السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف لو احنا عندنا خامة معينة وعايز الخامة ديت تكون تنور، تمام؟ يعني الخامة نفسها يكون فيها إنارة. طيب هاجي هنا واختار اوبجكت، وابدأ اختار اوبجكت انا عايزه، وليكن مثلا ديت، وابدأ اغير في الخصائص بتاعته. اقول له هنا انا عايز ادخل في الستاندرد، واجي هنا هلاقي عندي الخصائص بتاعت سيتنج، اقدر اعدل فيها واخليها امبسيف. طيب خلينا بقى ايه، اقول له موافق، واجي هنا على الليل وابدا اخلي الحاجه ضلمه شويه زي ما انت شايف. العنصر اللي انت مختاره دوت هيبدا يبقى فيه اناره، كان فيه اناره داخليه او فيه نور جواه، تمام؟ هتقدر تختار تاني الاوبجكت وبعد كده تقول له انا عايز الماتيريال اهيت، تختار ماتيريال مثلا وليكن ديت، ودي اهي، واقول له انا عايز الستاندرد، وتيجي هنا في سيتنج وتزود الاماسيف اهوت، فيبدا يديك نوع من انواع الاناره زي ما انت شايف.